مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من فيس اوف. النهارده هنتكلم عن ترند بقاله يومين شاغل السوشيال ميديا، يعني ناس مؤيدين، ناس مش حابين الكلام، ناس متعاطفين. خليني في الاول اشوف الستوري اللي نزلتها مريهان حسين وهي بتعلن اعتزالها. ممكن الاول نشوف الستوريهات اللي نزلتها، ممكن نقرا اول ستوري. خلينا نشوف الستوري بتاعت مريهان لو سمحتوا. قالت اجازه مفتوحه من السوشيال ميديا والمكالمات والالتزامات والمجاملات والتواجد من اجل الاخرين، مش هكون موجوده ولا عايزه حاجه من حد ولا حد يعوز مني حاجه. تعبت واشعر بعدم التقدير الشخصي لموهبتي الشخصي ليا ولموهبتي، ولم اعتد البقاء في مكان ومع اشخاص لا تقدرني، تعبت لذلك اعتزل. في ستوريهات كتير، 3-4 ستوريهات. اخر ستوري كمان نزلت وقالت ان انا بعمل ميك اب لنفسي، فيديوهات لنفسي على انستغرام، بعمل مونتاج لنفسي، ده غير ان انا صوتي حلو وفنانه محترفه. محدش نكر ده. الناس تعاطفت وفي ناس ما تعاطفتش، وفي ناس شايفه ان هي واخده حقها وزياده. الملفت للنظر ان انا لما شفت البوست ده قلت بتحصل كتير، ممكن تبقى وصلت لمرحله هي شايفه ان هي ممكن تكون مش متقدره، هي حاسه ان هي ممكن تبقى نجمه، بس هي مش نجمه. هي ممكن ان هي تشتغل عملين وتلاتة واربعة، وهي ممكن تبقى ما بتشتغلش. دي الافكار اللي جات لي في الاول. بس صراحة انا بحب مريهان، انا كشخص انا بحب مريهان. مريهان ليدي حلوة، يعني بجد في صوت، ما اقدرش اقول صوت فظيع، بس في صوت، في موهبة، البنت موهوبة. دخلت اقرأ كده اخر عمل لمريهان حسين، ما عداش عليه سنة، سنة 2022 هي أكتر سنة كانت مريهان حسين فيها محظوظة. 2022، أنتوا متخيلين 2022؟ يعني ده ما عداش يعني كم شهر. مريهان حسين عملت 5 أعمال في 2022، في منهم مسرحية في السعودية اللي نجمات كتير وممثلات كتير بيتمنوا ان هم يعملوا المسرحية دي مع النجوم المهمين دول في السعودية. تقف على مسرح في السعودية، تعمل 4 اعمال في مصر، والخامس هو المسرحية. غير ده وده، اول ما نحط مريهان حسين على يوتيوب هنلاقي ان في ليها انترفيو مهم جدا مع الاستاذة صاحبة السعادة اسعاد يونس، والمقابلة دي ما كانتش معاها حد اصلا في المقابلة. مريهان حسين كانت متبروزة، كانت كل الضوء عليها. فقعدت أسأل نفسي، هو إيه اللي خلاها تكتب كده؟ ده عشان هي بصت لنص الكوباية الفاضي، مش نص الكوباية المليان. عندها مشكلة في الرضا والقناعة. انتي حلوة شاطرة موهوبة، محدش اختلف على كل ده، بس ده مش معناه ان انتي لازم تكوني نجمة. في فرق كبير جداً، في نجوم كتير مش موهوبين، وفي موهوبين كتير مش نجوم، في ممثلين كتير مش عايزة اقول اسماء، ولكن الجمهور مش غبي خالص، جمهور مثقف وفاهم وعارف. في ممثلين كتير قوي عملوا دور سنيد، عملوا دور تاني ودور تالت جنب نجم معروف جدا، وكانوا نجوم في مكانهم وفضلوا كده عشان هم عارفين قيمة نفسهم، وعارفين ان هم هيملوا الحتة دي فقط. مش هينفع ان انا اكبر من دوري او ان انا اطمح لحاجة تانية. بس خليني الاول بس اكمل لكم البوست. لا تشبه موهبتي ولا تستغل ادواتي كفنانة وممثلة محترفة، حصلت على العديد من ورش التمثيل واملك القدرة على التقليد بالاداء والصوت والشكل والهيئة والملامح التي أجيد رسمها على وجهي بالمكياج والشعر دون مساعدة من أحد، بنفسي فقط وبأبسط الإمكانيات، وأصور بنفسي وأعمل مونتاج بنفسي لأعرض عمل مبدع بشهادة الجمهور الذي ألتقيه في الشارع وفي المول وفي كل مكان، ليقولوا لي أنت مظلومة
والله احنا نفسنا نشوفك في اعمال اكتر مناسبه لموهبتك الكبيره. هنرجع معلش تاني، زي ما كنت بقول في ممثلين هم عارفين ان انا ده مكاني، انا لو طمحت او بقيت طمعانه اكتر انا خسرانه. وحصل في ناس كتير عملوا السنيد وعملوا الدور تاني وفي الاخر لما طمعوا وحبوا يعملوا مسلسل بطولتهم وقعوا. في نجمات في رمضان ده كانوا عاملين مسلسلات محدش سمع عنها، حصل ولا ما حصلش؟ في نجمة واتنين كانوا لما يعملوا دور تاني قدام نجمة بطلة كانوا بينوروا. فنرجع نبص يا مريهان، انت لو رحتي دلوقتي عملتي بطولة مين قالك ان انت هتكسري الدنيا؟ على عيني وعلى راسي الناس اللي بتشوفك في الشارع بتقولك انت وحشتينا، بس وحشتينا خلال 5 شهور 6 شهور؟ عايزين حاجة بتقدر موهبتك؟ بالعكس، انت ما تطلعي مقابلة بتشدي الانظار ليكي، لما بتقلدي بتشدي الانظار ليكي. انا حاولت ان انا اسجل الحاجات اللي انت عملتيها، حقيقي 5 اعمال في سنة 2022. طب امال الناس اللي بقالهم 20 و30 سنة ما اشتغلوش؟ انت دلوقتي حصل عندك اكتئاب عشان انت اقل يعني موسم واحد من مواسم رمضان ما كنتيش موجودة؟ ما ينفعش، ده مش كلام. خليني في الاول عايزة اخد مداخلة، بيقولوا لي معانا مداخلة. الو، استاذ عماد يسري الناقد الفني. الو مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ عماد. كل مشاهدي قناة هي. اهلا بحضرتك. عايزة اعرف تعليق حضرتك ايه على قرار اعتزال مريهان، حضرتك شايف الموضوع ازاي؟ طيب اولا انا كلمة اعتزال الفنان اصبحت في السنوات الاخيرة كلمة سيئة السمعة. ليه سيئة السمعة؟ لان في فنانين كتير يقولوا احنا هنعتزل عشان يجي لهم شغل، عشان يجي لهم شغل ترند. ففجأة اصبح الجمهور بيعتبر تلك الكلمة هي كلمة سيئة السمعة، كلمة من اجل البحث عن الشهرة وعن الترند وعن يعني التواجد في وسائل التواصل الاجتماعي، في المواقع الإخبارية، في البرامج المدفوعة الأجر، تفاصيل كتير قوي بتحملها تلك الكلمة. الكلمة التي لها شق محترم وشق سيء السمعة. شق محترم لأن في نجوم كتير اعتزلوا في هدوء من غير ما يتكلموا ولا كتبوا أصلا. الفنانة شادية، الفنانة مديحة كامل، الفنانة شمس البارودي. شمس البارودي كان في الفنان حسن يوسف اما اعتزل ورجع بعد فترة جامدة. فنانين كتير جدا 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 بيعتزلوا. الفنانة لا، خليني اقول لحضرتك على حاجة. الفنانة عبلة كامل اللي ما اعلنتش اصلا الاعتزال. انا كنت لسه هقول لحضرتك يعني انسحبت بكل ادب والكل عاوز يكرمها والست رافضة. صح. والست وتلك السيدة الفاضلة العظيمة رافضة ده. طيب خلينا نتكلم على مريهان حسين. ليه انا بدات بجمله سيئه السمعه كلمه الاعتزال؟ لان انا من امبارح مساء متابع كل تعليقات الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الاخباريه، الاخبار النشط على المواقع الاخباريه، كميه هجوم مش طبيعي من الجمهور على مريهان حسين بسبب تلك الكلمه وعلى الفنانين، لدرجه الفنان كريم فهمي امبارح مساء شفت البوست. كريم كان متعاطف. انا يا جماعه طبعا يعني لازم يعني يبقى عندنا شيء من الانسانيه. ده يعني كلامه كان موجه للجمهور. ليه؟ لانه شاف الموضوع تحول لكلام جارح كتير. طبعا السبب في ده هقول لحضرتك على حاجه، لان السنه اللي فاتت الفنانه مريم حسين اعلنت نيتها الاعتزال واول ما جه عمل رجعت تاني. لا، هو ما كانش عمل يا استاذ عماد، كانوا 5 اعمال منهم مسرحية الليلة الكبيرة، وبعد كده عملت مقابلة مهمة جدا مع الاستاذة اسعاد يونس. طبعا صاحبة اسعاد طبعا اللقاء خاصه ده اي فنان بيبقى طبعا بيحمل كم من السعادة طبعا. ده
ده تكريم، تكريم اصلا لاي فنان انه ظهوره مع الاستاذه سعاد يونس. طبعا حضرتك معلش انا عايزه اعرف من حضرتك، يعني حضرتك شايف دلوقتي ان مرهان حسين ليست مظلومه؟ لا مظلومه ومش مظلومه. مظلومه من انهي ناحيه؟ هي مظلومه من نفسها ومش مظلومه من نفسها. هقول لحضرتك ازاي. مظلومه من نفسها لان ساعات الانسان ما بيبقاش ايمان بالقدر، بالقدر اللي صحيح. ربنا بيرتبه له في وقت معين. صحيح. على فكره انا هقول لحضرتك على بعض الاسماء هم حاليا نجوم سوبر ستار. الفنان سيد رجب عرفناه وهو عنده كام سنه؟ صحيح. فنان بيومي فؤاد. بيومي فؤاد فنانه. صح. فنانه عارفه عبد الرسول. الفنان صح. ماجد الكدواني حاليا. الفنان محمد رضوان اللي فجاه بقى جوكر في الفنان اتاخروا، ولكن في الاخر هم دلوقتي نجوم، نجوم برضو في السينما، يعني رزقهم اتاخر ولكن في الاخر ربنا كرمهم. هم الطويل رغم مشوارهم الطويل. طبعا. فاذا المظلومه انها فاكره ان القدر مش بينصفها، لا ربنا اوقات بيرتب قدر الانسان لوقت معين. فاحنا نقعد مع ربنا نفكر لحاله. صوت حضرتك بيقطع معلش يا استاذ عماد. مظلومه انا قلت انها استاذ عماد الو، ممكن بعد اذنك لو سايق العربيه نقف في مكان فيه شبكه عشان حاسه ان حضرتك بقيت في مكان مفيهوش شبكه. طب انا فعلا في العربيه انا هوقف حالا اهو، انا بقف حالا اهو. طيب استاذ عماد معلش معلش عايزه اعرف من حضرتك حاجه، هي ظلمت نفسها لما تركورت؟ هي الركوره دي او زي ما بنقول القولبه، المخرجين لما بيشوفوا حد نجح في دور فبيقول لك هي عملت مثلا دور الخاينه نجحت فيه فاحنا بنركور ركور ركور. دي هنا غلط، غلط من الاخراج من المخرج، ولكن هي بتظلم نفسها لما هي تقرر ان هي تعيد ده تاني وتالت ورابع. ما انا معلش انا هقول لحضرتك على حاجه. انا ما بطلع في كل برامج واتكلمت ده حتى على الدراما الرمضانيه السنه دي كان فيها مفاجآت. المشكله عندنا ان عندنا الكتاب والمخرجين استسهال قاصرين عن امكانيات عن الادوات الفنان واكتشاف طاقات الفنان الحقيقيه. قلت على مثال حي كان في رمضان ده ومخرج راهن رغم ان على ايمان العاصي، لا مش ايمان العاصي، على الفنان الكبير احمد عيد منذ العد المخرج. صح. صحيح صحيح صحيح. صحيح. والده رفض، والده رفض المنتج، قال له لا مش احمد عيد مش هينفع، قال له لا انا براهن بيه. هنا المخرج حاول ان هو يشوف لا في وجه تاني للممثل، الممثل يقدر يعمل كل الادوار زي ايمان العاصي لما استاذ محمد سامي شاف ان هي تقدر تعمل حاجه تانية غير ان هي تكون كيوت، غير ان هي حاجه بريئه. كساب ومي كساب. مي كساب طبعا. لا ده في ناس كتير كانوا السنه دي مختلفين. خليني اقول لحضرتك على حاجه، والفنان اللي جه قبل الدور بيومين احمد فهيم في المسلسل. صحيح صحيح. واكتشفناه بشكل تاني ودخله الفنان الكبير خالد صالح اللي اشتهر على كبر برضه بالمناسبه. طبعا. قبل وفاته. طبعا. مرهان حسين هي عارفه قدراتها الفنيه، على فكره هي تمتلك ادوات فنيه، ادوات فنيه. ايوه احنا ما نكرناش ده وقلنا ان هي موهوبه، بس مش معناه ان هي تبقى نجمه. المخرجين لا ممكن، بص ممكن تتحول لنجمه في مكان. على فكره هو البطل الثاني ده عيب؟ لا ما هو ده انا كنت بقول قبل ما اكلم حضرتك ان في ناس كتير قوي كانت بتعمل دور تاني ولما قررت تعمل نجمه وقعت. طبعا. عشان هي مكانها ده. في اسماء كتير قوي انا مش عايزه اقول، ممكن حضرتك اللي تقول لما عملوا مسلسل لوحدهم المسلسل فشل. ليه ليه ليه؟ انا اقول لحضرتك على فنان كبير قديم الفنان عبد السلام النابلسي رحمه الله، اما عمل فيلم من انتاج وبطولته فشل. لكن كل الافلام اللي كان بيطلع فيها نجح. ادي مثال حي هو الفنان عبد السلام النابلسي مثلا، وهكذا وكم من الفنانين اللي كده. والسنه دي مش كل الفنانين نجحوا. طب اقول لحضرتك على حاجه، ما الفنانه ياسمين عبد العزيز والفنان احمد العوضي المسلسل المفروض كان باسم ياسمين عبد العزيز تحول في شهر رمضان وده في الشارع المصري والعربي باسم الفنان احمد العوضي مش باسم النجمه ياسمين عبد العزيز. ده بسبب ايه؟ بسبب ان الدور بتاع احمد العوضي يعني لم يكن الجمهور. ايوه صحيح. وكان الدور برضو مالي يعني الدكتور الدور اصلا كان مؤثر جدا زيه زي دور ياسمين دلوقتي. معلش معلش استاذ عماد،
استاذ عماد، عايزه بس اخر حاجه، الله يخليك، بس عشان الوقت بيداهمنا، حوار الشلاليه، احنا ليه كل ما حد عايز يعتزل يطلع يقول لك اصل الشلاليه ودي مرات ده وده صاحب ده ودي مش عارف ايه؟ ليه بقت شماعه كل الناس تطلع تقول لك شلاليه؟ طب لو هي شلاليه يعني حضرتك كان بقالك 10 سنين بتشتغلي بالشله، الشله دلوقتي فرطت يعني؟ ليه الشماعه دي اللي احنا طول الوقت بنقولها؟ ليه بقى الفن كده ملطشه اي حد يقول لك شلاليه؟ بص، الشماعه دي موجوده من زمان جدا، لو هترجع للارشيف المجلات المصريه القديمه والجرايد هتلاقي الفنان يقول لك في شلاليه في الوسط. انا ما عنديش مشكله يبقى في شلاليه، احنا عارفين ده وعارفين ان احنا المخرج لما ينجح مع الكرو بيحاول ان هو يرجع يعيد التجربه دي تاني، ولكن ليه نستخدم الكلمه دي مع كل اعتزال؟ هقول لحضرتك على حاجه، الفنانه مريم حسين معروفه باسم كده مشهور على السوشيال ميديا باسم كيم كارداشيان الغلابه، كيم كارداشيان العرب. تفتكري ليه؟ هل بسبب اعمالها الفنيه؟ لا، بسبب صورها الجريئه على السوشيال ميديا. الشبه يعني اذا هي بدل ما تتعرف باسم من خلال الاعمال الفنيه، للاسف اتعرفت من خلال صورها الجريئه على السوشيال ميديا. انا اتمنى ان الاعتزال اللي هي فيه حاليا يبقى اعتزال من اجل اصلاح النفس. ايوه، ان هي تقعد مع نفسها وتفكر مع نفسها. هي خدت فرص كتير قوي تشوف ايه اللي ناقصها. هي قبل كده خدت فرصه كبيره جدا مع النجم تامر حسني وستار اكاديمي اللي هي اتعرفت مش بس في مصر وفي الوطن العربي كله. يعني امكانيا انها ليها الحق. كل واحد فينا، بص اقول لحضرتك على حاجه وكلمه اخيره، كل واحد فينا عنده طاقه وصبر، الله اعلم ممكن يفقدها امتى. حقيقي انا قلت ده في الاول، ممكن هي تكون مكتئبه، ممكن يكون في اي حاجه مأثره عليها خلتها كتبت ده. انا معرض وحضرتك معرضه وبعد الشر كلنا معرض، حد يعرض لده، بس فعلا كلنا لينا طاقه. صحيح. وقت معين. بشكر حضرتك استاذ عماد، بشكر حضرتك جدا على المداخله الجميله دي، شكرا ليك. خلوني دلوقتي بس نطلع فاصل ونرجع نكمل ترندات النهارده. ورجعنا بعد الفاصل. دلوقتي عايزه اتكلم عن موضوع بص هو لطيف ومش لطيف، ولكن احنا عايزين ان احنا نتكلم عنه، عايزين نسلط الضوء عليه، عشان لما عمال بيتناقش الموضوع ده دراميا عمال بيتفهم غلط. المساكنه يعني ايه؟ يعني اتنين اتعرفوا على بعض، حبوا بعض، حصل مشاعر بينهم، فهم قرروا ان هم يعيشوا مع بعض عشان بحجة ان هم يجربوا يشوفوا لو الحياة هتبقى لطيفة بعد كده ولا لا، عشان لو اتجوزوا ممكن يتطلقوا، فاحنا ايه ممكن نعيش مع بعض؟ الموضوع اتطرح كتير قوي في مقابلات كتير قوي. اخر اتنين اتكلموا في الموضوع ده الفنان محمد عطية والفنان يوري مرقدي. بالنسبة لنا نموذجين، فنان مصري محمد عطية والفنان اللبناني يوري مرقدي، أكيد فاكرينه، هو فنان شوية قديم. اللي حصل إن هما قالوا كده، خليني أشوف التصريح، معلش خليني أقرأ لكم التصريح عشان أعرف أناقش تحديدا. ممكن نشوف أول حاجة تصريح محمد عطية. في حاجات كتير في الدين صعب اتقبلها، وانا بحب واحده، ليه ندخل المجتمع ليه ندخل المجتمع والقوانين ما بيننا؟ خليني اشرح لكم اكتر. هو رافض ان هو لما يحب بنت، هو بيقول لك ليه انا ادخل الدين والقانون ما بيننا؟ يعني انا لما اجي اقرر ان انا عايز اعيش مع البنت دي، انا ليه ادخل الدين والقانون؟ ليه لازم ان انا اتجوز؟ ليه لازم اشوف حلال ولا حرام؟ امال حضرتك هتشوف ايه؟ هو حضرتك مش عارف ان احنا عايشين في مجتمع محافظ يرفض ما يقال نصا وتفصيلا؟ لا مجتمع ولا دين ولا اخلاق ولا اهالينا ربونا على ده. يعني ايه حضرتك بتقول ده على سواء كان بوست او كان انترفيو سواء كان ايه؟ انا شفت ليه مقابله، والمقابله ما كانتش في مصر، المقابله كانت في لبنان. يمكن في لبنان يمكن يقدروا يتقبلوا ده، هم حرين، ولكن مع اني متاكده ان ده غير مقبول حتى في لبنان. حتى يوري مرقدي لما كان في المقابله قال لك انا بنتي عامله مساكنه في كندا.
ليه ما قالش انا بنتي عامله مستكنه في لبنان؟ عشان ده برضه في لبنان غير مقبول. لو كان مقبول ما كناش هنسلط الضوء عليه كل ده، ما كناش في كل مقابله هنسال برضه ايه رايك في المساكنه، مع ان اول واحده ومن اول النجمات اللي طلعت وقالت وكانت فخوره جدا ان هي عملت مساكنه، مايا دياب اللي اتطلقت. يعني هي عملت مساكنه عشان تتجوز عشان ما يحصلش ان هي تجيب بيبي بعد كده تتطلق، فهي اول حد طلع وقالت لك لا انا عملت مساكنه وانا بشجع بنتي ان هي تعمل مساكنه، جابت بنته واتطلقت. فده مش شرط، مش شرط دي مش شماعه هنعلق عليها، لا والله اصل احنا ما نعرفش بعض قبل الجواز. ده غير مقبول لا في مصر ولا في اي مجتمع عربي. النقطه اللي عايزه اقولها يمكن يعني ترفضوها، احنا دلوقتي في رجاله ممكن يجي يتعرف على بنت يقول لها تعالي مثلا نعيش مع بعض عشان نجرب ومش عارف ايه. النتيجة بتحصل ايه؟ ايه النتيجة اللي بنشوفها؟ بنشوف ان في بنات بتحمل وبتقعد تلف وتدور على الراجل عشان يرضى يتجوزها، فص ملح وداب. فينه؟ مش انت قلت يختفي وتروح بقى ترفع قضية وأزمة نسب وهتحط الاسم الولد باسم مين وبابا راح فين؟ أمال فين المساكنة وفين الحاجات اللي ما ينفعش إن احنا نقول على حاجات ونشرحها ونقول لا ده ينفع وده عادي عشان ما يحصلش طلاق، ونسبة الطلاق عمال بترتفع أكتر من قبل أصلا. دي حاجة. حاجة تانية، احنا برضو مجتمعنا غير متقبل ده عشان لغاية دلوقتي، ومع إن في ناس دلوقتي هتزعل أو في رجالة ممكن تزعل، احنا دلوقتي لو واحد اتعرف على واحدة واحنا في بيئة محافظة بيبقى في جواه شكوك ان هي ممكن تكون كلمت غيري قبلي. انتوا متخيلين ان لغاية دلوقتي في ناس بتفكر كده؟ في ناس لسه بتفكر ان هو لو عمل علاقة مع بنت يبقى اكيد هي عملت كده قبل كده، ويروح سايبها وهي تلف حوالين نفسها عشان تقدر تثبت لبطنها ده مين ابوه. فبتقولي لي مساكنه؟ مساكنه ايه؟ مفيش حاجه ربنا قال عليها غلط وهي مش غلط. ربنا قال ما ينفع، ده حرام، حرام، ولا دين ولا اخلاق ولا مجتمع، دي حاجه مرفوضه تماما. ويطلع الاستاذ يوري بكل فخر يقول لك انا بنتي عامله مساكنه في كندا. هاو كام؟ ازاي؟ خليني عايزة ممكن ناخد المداخلات، معانا مداخلات دلوقتي. الاول خلينا نشوف يوري مرقدي لما قال عملت مساكنة قبل الجواز وبنتي الكبيرة بتعمل مساكنة دلوقتي حاليا في كندا وابقى مجنون. يعني بيبقى هو مجنون لو قال لبنته لا انت ازاي اصلا تتجوزي من غير ما تعملي مساكنة. كان معترض جدا يا جماعة، كان منفعل بيقول لا انا قلت لبنتي انت تبقي هبلة لو انت اتجوزتيه من غير ما تعملي مساكنة، يبقى انت لازم تجربيه قبل ما تتجوزيه. ايه ده؟ في اب بيقول كده بنته كده عادي؟ ايه الانفتاح ده؟ ممكن الشيخ عطية، محمد عطية معانا على التليفون. الو. ايوه يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك عارف موضوع الترند اللي بنتكلم عنه؟ ايوه يا فندم. نتكلم على المساكنة. ايوه فندم. سمعت الكلمة دي او سمعت المصطلح ده قبل كده؟ طبعا، هو كان انتشر قبل كده من فترة قصيرة يعني، ورجع تاني بعد مقابلة عملها المطرب اسمه يوري مرقدي، وفي برضو محمد عطية مطرب مصري قال ان هو ما عندوش مشكلة وبالعكس لازم ان احنا يبقى عندنا مساكنة وما ينفعش ان احنا ندخل الدين والقانون بيني وبين اي بنت انا بحبها وعايزه ابقى معاها. ممكن اعرف وجهه نظرك ايه؟ انا هو انا كده كده انا عارفه، بس ممكن تقول لنا دينيا واخلاقيا احنا في مجتمع نظرته ايه للحاجات دي؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا علشان نعرف المصطلح ده لازم نفسر معناه ونعرف هو بيقول ايه بالظبط علشان نعرف نحلله من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه الاخلاقيه ومن الناحيه الادبيه والمجتمعيه. يعني لما بنتكلم عن المساكنة واللي هو بيروج لها، هي عبارة عن علاقة بين رجل وامرأة بدون زواج، علاقة للمتعة دون أي مسؤولية، دون أي ضوابط،
دون أي أوراق رسمية، بيبقى غرضها قضاء غريزة ليس إلا. بيلتقي واحد مع امرأة وقت محدد، وبعد ما كل واحد بينتهي من قضاء غريزته أو شهوته بيعود كل واحد منهم لبيته ولمنزله، وغالبا ما بيتفقوا إن ما فيش إنجاب يحصل ما بينهم. يعني أوكي، ايه هو المبرر يا جماعة اللي يخليكوا تقولوا للمساكنة او الحاجة ديت؟ ايه اللي يخليكوا تقولوا احنا عايزين يبقى في مساكنة قبل الزواج؟ هو طبعا لما بنيجي نسمع منهم يقولك لان بيبقى عايزين يجربوا الزواج. اغلب اللي بيتجوزهم بيتطلقوا عشان ما بيبقاش في ارتياح ما بينهم، فاحنا بنجرب على اساس لما يكون في ارتياح نفضل نقول نستمر، او مفيش ارتياح فانتهي العلاقة. طيب احنا السؤال بتاعنا، يا أستاذة لهم، هل الارتياح اللي انت لو انت حسيت بارتياح، هل انت ضامن لاستمرار الارتياح ده؟ احنا في عصر بتتغير، لا طبعا، بتتغير فيه الامزجة، بتتغير فيه العقول كل يوم عن اليوم التاني. انا واحد من الناس ببقى النهاردة مبسوط وبكرة مش ببقى مبسوط. طبعا القلوب بتتغير والمشاعر بتتغير، كل حاجة بقت بتتغير وبسرعة أكبر. راضي عن علاقتي مع واحدة، بكرة ما ببقاش راضي. إذن الهدف أو الحاجة المبرر اللي انت بتقوله مبرر أصلا واهن، طبعا مبرر مش له يعني ثوابت. انما انا بقول لك اذا كنت النهارده بترتاح وبتقول انا مرتاح معاها، قعدت معاها شهرين او ثلاثة وارتحت، من الذي يضمن لك استمرار هذه الراحة؟ محدش. تعالى نتكلم بقى انت كرجل مسلم، انا بتكلم كمسلمين. تعالى انت، هل الزواج اللي ربنا سبحانه وتعالى يا استاذة قال لنا فيه ميثاقا غليظا، هل ينفع فيه التجربة؟ هل ينفع فيه ان احنا ناخد بعض على صفة مؤقتة؟ الزواج قائم على الديمومة والاستمرار، ده أهم شرط من شروط الزواج اللي هي الاستمرارية. نعم، آية من آيات ربنا اللي ربنا قال لنا فيه ومن آياته، أي نعم ربنا علينا. إحنا نبدل نعمة ربنا لما ربنا يبقى أنعم علينا وتفضل علينا، فنبدل نعمة ربنا بالكفران. ترى إلى الذي، معلش حضرتك بس أنا عايز أقطع حضرتك، أنا أسفة، بس في حضرتك قلت كلمة إنه على الأوراق، في ناس بتعمل ده بحجة إنه أهم حاجة أهم شرط من شروط الزواج اللي هو الإشهار، فبيقول لك لأ ده في ناس، أنا بقول إن هم أنا ده بتحصل، بيقول لها لأ ده هو أهم حاجة في الجواز هو الإشهار، فخلاص إحنا نقول للناس كلها إن إحنا متجوزين ومش شرط إن إحنا نعمل عقد. لا، هو ما يبقاش المساكنة هو ما بيبقاش في اي حد منهم ملتزم او مسؤول عما يحدث، حتى لو حصل ما بينهم ابناء او غيره هو ما بيبقاش ليه مسؤوليه او يقول انا ماليش دعوه، بيخلي ما بيبقاش في مسؤوليه ولا منه ولا منها اصلا. بيتنتشر بقى بعد كده الاطفال المجهول النسب، وبينتشر بعد كده صحيح اللي هم العيال اللي هم بتوعش كل حاجة عمال بنشوفها دلوقتي، وشايفين بنات مش عارفين اصلا يشوفوا الراجل فين عشان صح حقيقي. شكرا، شكرا لذوق حضرتك شيخنا، شكرا لذوقك. دلوقتي معانا دكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسرية، اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بحضرتك يا استاذ. اهلا بحضرتك. حضرتك عارف بتكلم عن ايه صح؟ طبعا اكيد. المساكنة طبعا اكيد، بقالنا فترة بنسمع الكلمة دي، ممكن تقول لنا رأيك في الموضوع ده؟ حضرتك طبعا دلوقتي بقالنا فترة بنسمع الكلمة دي، لأن هي فعلا الكلمة دي يمكن انتشرت بره عندهم، أو يعني نقدر نقول في الدول الغربية من تقريبا بداية القرن 21، وابتدت توصل لنا بقى بعد كده. طبعا هي كانت في الأول عبارة عن المساكنة ممكن يكون بين رجل ورجل، امرأة وامرأة، يعني عايشين في بيت واحد بما كل واحد عليه حقوق، اسف ليك وعليه واجبات، بيكتب الكلام ده كمان في عقد، ممكن يكون امراتين ورجلين وهكذا. لا احنا بنتكلم هنا مفيش عقد، مفيش حاجه، هما اتنين حبوا بعض قال لك نعيش مع بعض عشان نجرب. ما ده اللي انا بقوله بقى، ان ابتدى يوصل لنا احنا الجانب السيء فقط منا، وهي حته ان اتنين زي ما حضرتك قلتي بيقولوا احنا هنجرب مع بعض. طيب هنجرب الجانب السيء، يعني حضرتك بتتكلم ان في جانب ايجابي؟ لا طبعا مفيش جانب ايجابي، انا بقول هي بالنسبه لهم كانت في الاول مش مقصود بيها حته الارتباط، انما كان مقصود بيها ناس بتتعايش مع بعض باي طريقه. هم بس عايزين يعيشوا مع بعض وبيتلككوا يعني، بيقولوا في اي كلام عشان نجرب.
تمام. طبعا احنا عايزين بقى نقول بقى ايه السلبيات بتاعت حاجه زي كده، يبقى ان هي طبعا لا تتناسى مع او تتناسى تماما مع العادات والتقاليد الخاصه بينا. اكيد طبعا، اول حاجه ان البيوع عشان يجرب، اولا عايزين نقول ان في نسبه كبيره جدا من هذه المساكنه بعدها ما بيحصلش توافق ما بين الاثنين، فبالتالي اروح اعمل مساكنه مع واحده ثانيه مثلا مساكنه، يعني نفضل مثلا نعمل 15 مساكنه لحد ما نوصل للشخص الحقيقي اللي احنا عايزينه، يبقى كده طبعا ده مرفوض تماما. طبعا اوضح ان هم مش واخدين بالهم من الجانب ده، ان هم حتى الدراسات عندهم بتقول ان التجارب دي بتوصل ل 50% بتنجح و 50% ما بتنجحش. ده مش شرط اصلا، ما ناس كتير عملوا كده وفي الاخر طلقوا بعد سنه، فده مش مبرر ولا طبعا. النمره 2 ان احنا في الاخر قالوا ان المذاكره دي هي عباره عن تجمل او شهر عسل بنقضيه حتى لو مر عده سنوات، بعد ما بينتهي هذا هذه المذاكره بنيجي نرتبط وندخل في الجواز الحقيقي، وكان اللي قبل كده ما كانش جواز برضه. لا ايوه طبعا، اصلا في حاجه اول الجواز بيبقى فيه كده مشاعر لا يمكن انها تعوض، عشان احنا بنكون بعد فتره خطوبه بنجهز وبنعمل وبنتعب مع بعض، احنا ازاي بنقلب المواضيع؟ يعني ازاي انا في الاول اعيش معاه وبعد كده اجي اتجوزه؟ ده كل ده نسفوه ونسيوه اصلا، عشان كده بيملوا وبيزهقوا وبعد كده بيتطلقوا، فدي جد مش شرط طبعاً خالص. كده هي اولا هي مش شرط، نمره 2 تيم صحيح زي ما هو بيقولوا كده، مره ما تنجحش بالتالي هنفضل نعملها كل شويه، مش معقوله طبعا. نمره 3 المجتمع بتاعنا بيرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا، المجتمع والدين والعرف والتقليد وكل حاجه. نمره 4 هو المساكنه دي ممكن الاباء يقبلوها على بناتهم مثلا، يعني لو الابن هيعملها او الولد هيعملها او الشاب، وان كان ده مرفوض برضه. هل البنات عادي جدا هتقول لوالدها انا رايح اعمل المساكنه عادي مع سنتين من غير جواز ثم ارجع تاني؟ فبالتالي هي حاجات غريبه على المجتمعات. انما الناس اللي بتعملها وتقول لي انا عملتها وافتخر بمثل هذا الامر، يمكن هم عايشين في مجتمعات غربيه. اكيد طبعا، هو في الاخر ده مرفوض تماما، ده راي حضرتك طبعاً. اكيد راي حضرتك يحترم عشان ده رايك ورايي وراي ناس كتير قوي في مجتمعنا. شكرا تماماً جدا دكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسريه، شكرا لذوقك. اخر حاجه عايزه اقولها انه اكتر حاجه بتاثر في الناس كلها هو الفن. الفن لازم لما يطرح قضيه زي دي لازم يعالجها ولازم يحذر الناس منها. ما ينفعش ان احنا لما نقول الكلام ده في مسلسل او فيلم او اي حاجه، لازم نعالج ولازم نعالج برضو الحاجات السلبيه الناتجه عن الحوار ده المساكنه. ما ينفعش ان احنا لما نطرحه بس خوفا من المجتمع وننسى دور الدين وننسى الاخلاق. ما ينفعش لما تعرض مثلا في الهرشه السابعه ولما اتكلمنا عنه، لما جه بيقول لها تعيشي معايا قالت له اقول ايه للناس واقول مش عارف ايه، والمجتمع ما قالتلوش ربنا، ما قالتلوش الدين، ما قالتلوش الاخلاق، قالت له اقول ايه للناس ولاصحابي وانا مش عايزه نظرتهم مش عارف ايه. ده غلط وده مرفوض. لازم ان احنا ناخد بالنا ان الحاجات دي بتدخل بيوتنا، عيالنا بيتفرجوا على الحاجات دي وبييجوا بيسالونا. ما ينفعش ان هي تبقى حاجه عاديه بنتكلم وساكنه، حاجه عاديه وهي مرفوضه تماما في مجتمعاتنا. خلوني دلوقتي اروح فاصل وهنرجع مع دكتور باهر لبيب. اهلا بيكم مره تانية، ودلوقتي هنتكلم مع دكتور باهر لبيب استشاري المخ والاعصاب والعمود الفقري عن الحالات النادره، حالات بتحصل اول مره وكانت بالنسبه له نادره، وحالات بتحصل بالمجتمع برضو وناس كتير بتسال هل ممكن يتم العلاج وهل ممكن نعملهم عمليه، هل ممكن في الاخر نحن نوصل لنتيجه كويسه ولا لا. اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا. سعيده بوجودك، ميرسي. دكتور عايزه اعرف من وجهه نظرك ايه اغرب حالات حصلت، يعني عملت لها عملية وجت قدام عينيك؟ في حالات كتير جت عملنا لها عمليات بتبقى الـ unexpected انك تلاقي حاجة زي كده او حاجة غير او نادر انك تلاقي حاجات زي كده. في كام حالة انا كنت عاملهم. ممكن حضرتك تقول لنا على حاجات في امريكا وحاجات هنا في مصر. سيمبلي هنا في كذا حالة. كان في واحد داخل الاي سي يو، راجل كبير. معانا صورته؟ معانا الاشعاعات. معانا الاشعاعات بتاعته. ممكن نشوف الأشعة بليز ونشوف الصور عشان الدكتور يعلق عليها؟ ممكن طبعا. ممكن حضرتك تقول لنا؟ ده واحد كان سنه كبير، داخل عناية مركزة على أساس عنده كم سنة؟ حاجة و60. اوكي. داخل على أساس انه عنده جلطة في المخ، دايخ وبيقع. بعدين عملوا له أشعاعات
يعني اشعه مقطعيه ما بينتش حاجه، بس بينت زي حاجه ميتاليك ارتيفاكت، يعني زي حاجه بتلمع في الاشعاعات. بعدين رحت شفته فين؟ بانهي؟ في المخ. وبعدين عملنا له اشعاعات وكده، وعرفت انه كان مركب شرايح ومسامير في رقبته من سنتين ثلاثه. يعني الحاجه اللي بتلمع دي ما احنا اكتشفناها بعد كده. بعدين قلت لهم طب اعملوا له اشعه، كملوا بقيه الاشعاعات. عملوا اشعه، طلع ان اللي في حاجه بتمسك المسامير في بعض عباره عن عمود فلت ودخل جوه المخيخ. يعني هو طيب هي الحاله دي او الراجل ده ما كانش دي واحده تانية. ممكن نشوف الحاله اللي الدكتور بيتكلم عنها، مش الحاله النادره دي. دي حاجه تانية. اوكي، حضرتك بتقول ان هو عمل في الاول اشعه وفي حاجه بانت. هو الراجل ده ما كانش عارف ان هو ولا حاجه، ما كانش عارف ان العمود ده فلت ودخل جوه الجمجمه ودخل جوه المخيخ. اوكي، هيبان لو جابوا الصوره، هنشوفها دلوقتي. اوكي، ممكن بس تحط لنا الصوره الدكتور بيتكلم عنها. الصوره موجوده معانا يا دكتور؟ موجوده. اوكي، المهم طيب وحصل ايه بعدين يا دكتور؟ ولا حاجه، عملنا له عمليه وشلنا العمود ده والعين روح كويس. هو لما جالكوا كان بيعاني من ايه؟ ايه اللي خلاه دوخه؟ يعني القطعه دي اللي دخلت في المخيخ اللي هو مسؤول عن الاتزان. اوكي، يعني ما كانش متزن، كان بيحصل اغماء بيدوب. بالظبط، وما كانش عارف ان القطعه دي موجوده. بالزبط. حضرتك هنا عملت جراحه ولا مزار؟ جراحه. لا جراحه، اصل لازم تفتح الجمجمه وتفتح غشاء المخ، تدخل جوه المخيخ وتشيلها من غير ما يحصل اي مضاعفات. اوكي، بس عشان انا استغربت، عشان حضرتك برضو بتقول سنه كبير. يعني حاجه و60. ومشي كويس في حالات زي اول اشعاعات. لو ممكن يكون مش معانا. انا دلوقتي هعرض لحضرتك حاجات وبرضه هنعلق عليها. بس حضرتك عايزه اسالك، بتقول 60 سنه، لما يجي حد هستفيد منك، انا دايما بحب اخد كده معلومات. لو جه حد 60 70 سنه، ليه دايما بيقول لك وضعه ما يسمحش ان هو يعمل عمليه؟ بيبقى عنده ايه؟ مين قال؟ حسب. لو هو عملت له كل فحوصاته وطلعت سليمه، ايه المانع انه يعمل عمليه؟ يعني هل ممكن بيبقى في مرض زي القلب، الضغط، الحاجات دي؟ أيمين لو كل حاجة عنده مظبوطة يقدر، حتى لو عنده 90 سنة. أوكي. لكن طبعا القلب بتعمل له إيكو، بتعمل له، بس لو كل حاجة مظبوطة مفيش أي مانع من العملية. وممكن كمان تاخد رأي دكتور قلب. أوكي، معانا دلوقتي صورة من الحالات، ممكن حضرتك تعلق عليها الحالة دي. غير دي، ده واحد تاني برضه. ده كان طفل صغير. جاله عمل حادثة وجاله كسر في قاع الجمجمه، وبعدين الحاله دي في مصر يا دكتور؟ هنا. عشان هي الجرايد والصحافه كانت بتتكلموا عنها كجراحه نادره. ممكن حضرتك ده في التامين الصحي كان عندي في اسكندريه. وبعدين جاله شلل في العصب السابع، قعد ست كان عنده كام سنه؟ 7. كان في سبب انه جاله شلل؟ حصل حادثه وبعد كده عربيه، جاله كسر في الجمجمه. اوكي، وبعدين العصب السابع حصل فيه شلل، عملنا عمليه، لما قعد 6 شهور ما يتحسنش، نقلنا له عصب اللسان للعصب السابع، وبعد 8 شهور او حاجه اتحسن. طب دكتور، لما ننقل عصب من لسان، اخدنا جزء منه. جزء منه، يعني اللسان مش هيبقى الكلام بيغذي اتنين، يمين وشمال، فاحنا اخدنا جزء من يعني ده مش هيأثر على النطق ولا اي حاجه؟ اوكي، وعشان قبل كده كنا في حلقه ممكن يحصل ان حجم اللسان نفسه يخس شويه، بس كل الوظائف موجوده. الحجم يعني عشان العصب ده بيأثر عشان على العضله. العضله، عشان انا فاكره قبل كده كنت حضرتك قلت ان العصب السابع اصلا لو حصل فيه شلل صعب ان احنا نرجع نصلحه او نعمل عمليه. بنعمل عمليه نقل عصب بقى. نقل عصب ده اللي حصل، وفي الحالات المتاخره قوي نقل عضلات. دي من الحاجات كانت ملفته جدا للنظر، حتى لما كنت بعمل سيرش لقيت من الحالات النادره اللي كل الصحافه كانت بتتكلم عليها، انه ولد عنده 7 سنين وما شاء الله حضرتك قدرت انت تعمل ده. احنا محتاجين كتير من حضرتك هنا في مصر يا دكتور والله. ممكن نشوف حالات تانية بليز؟ في حاجة ولا لسه؟ طيب دكتور، عقبال ما الصورة تيجي، ممكن نعلق على دي يا دكتور برضه من الحالات. ده طفل صغير كان مولود. وعنده كان 7 ايام، عنده كيس طالع من راسه. 7 ايام، دي حالة نادرة، لان الكيس نفسه حجمه قد راسه كلها، اكبر من راسه. بس يعني حضرتك كنت عارف لو الكيس ده او الكيس بنقوله ولا ورم كيس؟ كيس
هل هو ممكن يبقى مش حميد او يبقى مش كويس؟ لا ده كيس، ده كيس ملوش علاقه ب يعني هو بيتشال ومش بيأثر على اي حاجه، ممكن يطلع في الظهر بس مش هيأثر خالص على البيبي. لا عشان يأثر حضرتك. لو ممكن يأثر على الذكاء، يأثر على النظر. انا بقصد العمليه بتاعته استئصاله مش هتأثر على مجرد ان انت بترجعي الانسجه للطبيعه. طيب دكتور، هنا الولد اتولد خلاص، ما كانش نقدر ان احنا نعمل العمليه دي والولد جوه بطن مامته؟ لا حاجه زي كده لا ما بتكونش باينه. لا بتبان، بتبان طبعا، بس مش كل حاجه جوه بطن الام بتتعمل. ادي هي حاجه واحده بس اللي هي الكيس اللي في الظهر، ومش كل الحالات ينفع تعملها. طب ايه الحاجات برضو غير اللي في الظهر دي ان احنا نقدر نعملها والولد والبيبي جوه بطن مامته؟ هي دي بس، بس الظهر بالنسبه للمخ واعصاب يعني. كمخ واعصاب بس. دي دكتور دي كانت واخده يعني كلام كتير من الناس انه 7 ايام حضرتك بتقول الناس ويوم بنعمل عمليات يوم. يوم بتقصر. اول ما البيبي يتولد على طول. يا ربي، بس انا بخاف من الحاجات دي جدا. ربنا يصبر قلوب الامهات. ربنا يخليك. يعني هنا نشوف قد ايه مهم انه حد زي حضرتك يكون دايما مواظب على الحاجات برضو اللي بتحصل في امريكا. يعني تمام. حضرتك بتعمل حاجات بره، وكنت قبل كده قلت لي ان احنا في حاجات برضو ابتدينا ان احنا نعملها هنا. صح. في مصر دي حاجه بتطمن الامهات وبتطمن المجتمع. أكيد. كله والله، مش عشان أكيد. حضرتك ضيفي. لا لا. بس عشان لما حد يدخل يعمل سيرش على الحاجات دي، لا في حالات نادره جدا، دي حاجات غريبه ان انا كأم ابني يدخل عمليه وهو عنده يوم. يعني ممكن نشوف برضو من الحالات النادرة الدكتور باهر اللي عملها، لو عندنا لسه صور تانية ممكن تقول لنا. دي يعني كان حد جالي في العيادة عشان موضوع العمليات اللي بتعمل قبل الولادة، قبل الولادة إصلاح الكيس اللي في الظهر. دي عملية برضو دي مش سهلة خالص. أكيد. بس دي يعني برا مصر ولا في مصر؟ برا مصر، واتعملت في دبي قبل كده، ونعملها في مصر قريب إن شاء الله. أوكي. يعني هنا في مصر لسه ما مت... هو دبي دلوقتي بقينا نعمل نفس العمليات اللي بتتعمل في أمريكا؟ هي في اي مكان في العالم ممكن تعمل نفس العمليات اللي بتعمل. طب ايه المشكله ان هي هي تيم بس عايزه تنظيم مش اكتر. لازم يبقى في تيم كامل، ترتيب مش اكتر، لكن ككوادر كل الكوادر. ايوه ما ده اللي انا مستغرباه. يعني ما شاء الله على حضرتك، وفي ناس كتير قوي هنا دكاتره شاطرين وكتير بروفيشنال بيعملوا حاجات كتير بره، فدايما بسال نفسي احنا ليه مش بجد نعمل ده هنا، عشان مصر مش لا ينقصها اي شيء عشان نعمل زي ما بيتعمل بره. فان شاء الله يعني بإذن قريب ربنا ان شاء الله كل الحاجات دي تحصل. ممكن نشوف برضو حالات تانية. الدكتور عنده حاجات كتير قوي وحالات نادره خلي. جدا فاحنا بنحاول. دي حاله تانية. دي حاله كان واحد جالنا في مستشفى في التامين الصحي. كان عنده حادثه برضو، وعنده الفقره الاولى والثانيه في رقبته اتكسروا. دي علاجها في انواع كسر معينه. أيوة لازم تدخل جراحي. دي شرايح ومسامير. دي اللي هو لونه اسود. انا حسيت ان هو مسمار. بس مستنيه مسمار فعلا مسامير. دي متثبتيهم في رقبته من ورا. طب يا دكتور دي بتبقى فتره محدده وبعد كده بتتشال؟ يعني ممكن، بس عاده بتتساب. بيفضل عايش. ممكن اول ما العظم يلحم تعملي اشعاعات تتاكدي العظم لحم كويس وتشيليهم، بس عاده ما بتتشالش. ومتأثرش خالص. عشان في حاجات زي الخيطان مثلا، وفي حاجات بتتحط بيقول لك دي بتدوب. لا خلاص دي هي. مش مسامير بتدوب. دي هي عمرها ما دي تيتانيوم. تيتانيوم يعني ممكن العين يعمل اشعاعات رونين او ام ار اي من غير ما يتاثر. طيب ودي ما بتاثرش على زي ما حضرتك بتقول الرنين؟ عشان في ناس لا دي مش ستانلس ستيل، دي تيتانيوم. دي يعني هو خلاص بتعيش معاه التيتانيوم يقدر يعمل رنين، لكن ستانلس ستيل لا. بس ممكن بعد كده ان احنا نشيلها. بس عادة لو حصل التئام. بس عادة يعني نادرا. نادرا. طيب دكتور هي دي بقى الحالة النادرة اللي قلت لك عليها، جت في اليوم السابع. لو تاخدي بالك في مسامير صغيرة لونهم ابيض، وفي جمجمة باينة في الملعب على الشمال، وبعدين في عمود لونه ابيض جوه الجمجمة. في الصورة اللي في النص ده العمود نفسه ميتال. ده كل ده كان جوه المخ. جوه؟ باين في ال اوكي. طب هنا الحاله هنا يا دكتور كان عندها هو ده اللي كان عنده دوخه واغمى عليه الراجل الكبير اللي كنا بنتكلم عنه في الاول طرف الجرايد 60 سنه. لا ده
دي حاجة غريبة جدا. أنا بالنسبة لي لأ مصدومة. طب والراجل بعد كده، معلش عشان بس برضو الناس اللي بيحصل معها حالة زي دي، حضرتك تطلب إيه من المريض بعد ما بعد العملية؟ ولا حاجة، يتابع بس يعني، ممكن يعمل أشعة تاني نطمن مفيش نزيف حاصل، مفيش أي حاجة، ويروح ونتابعه كل كام شهر وخلاص. مفيش أي أشعة أي حاجات؟ هي مرة لو الدنيا تمام خلاص. اوكي. طب دكتور انا عايزه حضرتك تقول لي، يمكن ما يكونش معانا صور، في حاله جات لك كانت حاله نادره وحضرتك لغايه دلوقتي مثلا متابع معاه، او حصل ان انت حصل ارتباط وثيق بينك وبين الطفل ده واغلبهم بيأثر فيك؟ اغلبهم بيجي تاني يعني، اغلب الحالات لو انت عامل له حاجه بيرجعوا بيتابعوا، ما حدش عملها له زي ما تقولي بيحق لك جميل، فبيجي يتابع معاك. ايوه، عشان يعني بيجي يتصور معاك في العياده، مش عارف ايه حاجات زي كده. الحمد لله وبفضل الله يعني. ممكن يعمل لك شهاده تقدير يعني، والله بالذات لو عين مثلا عامل له عمليه فري او في الحكومه او بتبقى في ناس وضعهم المادي ما يسمحش كتير. صراحه ربنا يبارك لك، ربنا يعني عشان مرسي. حضرتك بتبنى برضو مرسي. حالات ناس بتبقى مش قادره ان هي مرسي يعني تدفع. لا ده حقك حضرتك، عشان حقيقي مش اي حد بيعمل ده. كتر خيرك، يا ريت في زي حضرتك ناس كتير. متشكر. شكرا لذوقك مرسي. وشكرا دكتور باهر لبيب استشاري جراحة المخ والأعصاب للمعلومات والحالات النادرة دي، ويا رب برضو كل سنة نشوف حالات أكتر من دي. شكرا لذوق حضرتك، كنت منورنا. شكرا بنورك. شكرا ليكم ولمتابعتكم، وأشوفكم في حلقة جديدة بكرة إن شاء الله. شكرا.